صباح الخير. مبادرة لابتكار جديدة، مبادرة ابتكار الكويت للأبحاث والمشاريع، أعلنت عن فوز دولة الكويت بالمراكز الأولى على المستوى الخليجي في مسابقتها العلمية السنوية للمرحلتين المتوسطة والثانوية. نعم، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في حفل تكريم الفائزات بالمسابقة إن اهتمام الكويت بالمسابقات العلمية يأتي ضمن سياسة التنمية الشاملة التي تستهدف الاهتمام بالمواطن. حظيت دولة الكويت المراكز الأولى على المستوى الخليجي في مبادرة ابتكار الكويت للأبحاث والمشاريع. رعاية صاحب السمو لهذه المسابقة عاما تلو العام تأكيد على رعاية سموه للإبداع والابتكار وتشجيع المرأة الكويتية والفتاة الكويتية على العلم والموهبة والإبداع. ثانيا، كونها مبادرة جاءت من مجتمع مدني، من 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 تطوع، من فكرة صراحة مع الجهاز الحكومي سواء مدارس دولة الكويت الخاصة أو الحكومية، وكذلك انتقلت إلى الخليج، هي صراحة يعني فكرة ومبادرة ممتازة لأنها شجعت على العلم، شجعت على الإبداع. مبادرة ابتكار تهدف إلى تنمية قدرات الطالبات حول كيفية تشغيل برامج فعالة للتعليم المعتمد على التكنولوجيا. والحمد لله استطاعت الفتاة الكويتية أن بهذه الدورات وأيضا اللغة العربية والمهارات الأخرى أن تصل بمستوى للجنة اللي بكل حيادية فيها محكمين من كل دول الخليج أن تفوز بالمراكز الأولى، وهذه كانت الهدف والحمد لله اللي نسأله. كما أعلن أن مسابقتنا للعام القادم ستستكمل منهجية ستيم وتكون أيضا على مستوى المرحلة المتوسطة لتكون أول مسابقة تقوم بالتدوير الإلكتروني، وسنفتح أيضا الباب محليا للمرحلة الابتدائية من خلال مسابقة القصة العلمية. ابتكار الكويت مبادرة تعليمية وتدريبية غير ربحية تهدف إلى دعم الجهود وتشجيع الإبداع والتطوير. مشروعنا اسمه Expressing Me، بما معناه عبر عني. يخدم المشروع اتجاهين، أول فئة الأشخاص الغير قادرين على الحركة وغير قادرين بنفس الوقت على الكلام، لذلك عبارة عن قالب شفاف يوضع على الفك العلوي مثبتة في أزرار، الأزرار هذه ترسل إشارات إلى جهاز إلكتروني ينقله بدورة إلى الحاسب الآلي. عنوان مشروعي مدينة المستقبل، عبارة عن مدينة صناعية ومدينة زراعية، يتم استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من المصانع ونقله عبر أنابيب فولاذية وتصفيته من الشوائب من الدخان ومن كل شيء إلى المدينة الزراعية. هي مدينة مغلقة زجاجية، فعند ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 34 درجة سيليزية يعمل جهاز كمبرد على خلايا النحل، وإذا قلت درجة الحرارة إلى أقل من 30 درجة سيليزية يعمل الجهاز كسخان حراري. المسابقة تتيح الفرصة للفتيات لتطوير مهاراتهن المعرفية والعلمية والاطلاع على ما تم تحقيقه في مجالات البحث العلمي من تطور وإبداع. إبراهيم سرحان، تلفزيون دولة الكويت.